السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على الطاقة والقدرة في الدوائر الكهربائية مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. هالمسألة بسيطة جدا، تعتبر من مسائل الاختيار من متعدد. تتسبب نبضة فولتية في ارتفاع الجهد الكهربائي الخطي في منزل ما سريعا من 110 فولت إلى 150 فولت، لذلك اعتبرنا دلتا في 0 110 فولت ودلتا في 1 150 فولت. ما النسبة المئوية للزيادة في خرج القدرة لمصباح متوهج يعمل بفتيل التنجستين وتبلغ قدرته 100 واط أثناء تلك النبضة، اللي هي 100 واط هي بي نوت، على افتراض أن مقاومة المصباح تظل ثابتة؟ كونه ذكر النسبة المئوية للزيادة في القدرة، فبناخذ العلاقة دلتا بي التغير في القدرة على القدرة الأولية. التغير في القدرة يساوي القدرة النهائية ناقص القدرة الابتدائية على القدرة الابتدائية. القدرة ناخذ معادلة القدرة من هذا بما يتناسب مع المعطيات اللي عنا، على افتراض أن مقاومة المصباح تظل ثابتة. إذا بناخذ هذه، لذلك القدرة النهائية عبارة عن دلتا في تربيع على R ناقص دلتا في نوت تربيع على R وهكذا، ومنضرب الناتج بمية. هذه R مع R كلها بتروح، بيضل عندك دلتا في واحد تربيع على دلتا في صفر تربيع ناقص دلتا في تربيع صفر على دلتا تربيع صفر، اللي هي ناتجها واحد. منعوض وبيطلع الجواب. هذه المسألة اختيار من متعدد. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.